التقت السفيرة بالرئيس الإسرائيلي يتخاك هيرتوغ، كما ومن المقرر أن تلتقي وزير الخارجية يائير لابيد ووزير الأمن بيني جانتس ومسؤولين كبار، دون الإشارة إلى عقد لقاء متوقع مع رئيس الحكومة نفتالي بينت. هذا ومن المقرر أيضا أن تقوم السفيرة الأمريكية بجولة أمنية مع نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي للإطلاع على القبة الحديدية ومعبر كرم أبو سالم وبعض المناطق الحدودية مع غزة ولبنان. والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي من الكنيست مراسل آي 24 نيوز أدهم حبيب الله. مرحبا بك أدهم. يعني أدهم، لقاءات أمريكية عديدة في إسرائيل، وذلك تمهيدا لاستئناف مفاوضات فيينا في 29 من الشهر الحالي. يعني هل لا زال الجانب الإسرائيلي أدهم يؤمن بأن الإدارة الأمريكية يمكن أن تغير موقفها من العودة إلى الاتفاق النووي؟ نعم، يعني بداية هذه الزيارة من قبل الموفد الأمريكي للشرق الأوسط، وأيضا من يحمل ملف النووي الإيراني أو العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، يعني من المفترض أن يلتقي خلال هذه الزيارة إلى إسرائيل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد وأيضا وزير الأمن الإسرائيلي بيني جانتس. ولكن وكما ذكرت بالطبع، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت يرفض في هذه المرحلة لقاء الموفد الأمريكي، حجة بأن هذه المقابلة أو لربما هذا اللقاء لا يأتي ضمن البروتوكول الرسمي. ولكن هناك من يعتقد بأن المشكلة تكمن مع هذا الشخص تحديدا، مع روبرت مالي، ومنذ تعيينه يرى اليمين الإسرائيلي بأنه من الأشخاص الذين هندسوا الاتفاق النووي السابق مع إيران بين الإدارة الأمريكية السابقة تحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ومع الحكومة أو السلطات في إيران. ولذلك هناك من يرى بأن هذا الشخص يعني لربما، وعندما صرح مرارا وتكرارا على أن سياسته على الأقل فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني تقتصر أولا على رفع العقوبات وأيضا العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وهذا ما ترفضه إسرائيل جملة وتفصيلا على المستوى الأمني وأيضا على المستوى السياسي. ولذلك هناك من يعتقد بأن رفض نفتالي بنت في هذه المرحلة للقاء المبعوث الأمريكي يأتي من المواقف التي يحملها هذا الشخص تحديدا، موقفه من الملف النووي الإيراني. ولذلك دعينا نفصل هذا الملف بملفين. أولا سياسة واشنطن في كل ما يتعلق بالعودة إلى الاتفاق النووي، وأيضا الموقف الخاص من هذا المبعوث فيما يتعلق بسياسته المستقبلية المرتقبة لربما، دعينا نقول. ولذلك كل هذه اللقاءات المكوكية التي يقوم بها في هذه المرحلة تأتي قبيل الاجتماع المرتقب في نهاية هذا الشهر الجاري في فيينا فيما يتعلق بالعودة إلى الاتفاق النووي. ولكن أوساط إسرائيلية لورين قالت بأن واشنطن في هذه المرحلة لا ترى بأن هناك أفق للعودة لهذا الاتفاق، علما بأن يعني نعم أدهم أيضا كما ذكر بأن السفيرة الأمريكية المتواجدة في إسرائيل ستجري جولة أمنية على الحدود مع قطاع غزة وأيضا مع لبنان، وكما أنها ستتوجه لاحقا إلى رام الله للقاء قادة السلطة الفلسطينية. إلى ماذا تهدف كل هذه الزيارات والجولات؟ باقتضاب لو سمحت. يعني بداية عند نتحدث عن زيارة إلى الحدود أولا مع قطاع غزة، فإن هناك يعني محاولات التوصل إلى تسوية فيما يتعلق بكل التوترات الأمنية القائمة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وهناك رغبة أمريكية بالتوصل إلى التهدئة طويلة الأمد عن طريق الوساطة المصرية فيما يتعلق بالحدود الشمالية مع لبنان، علما بأن الإدارة الأمريكية أيضا تسعى للتوصل إلى ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، ولذلك يعني لربما هي تصل للاطلاع أكثر. فيما يتعلق أيضا بالتعزيزات الأمنية، علما بأن إسرائيل طالبت الإدارة الأمريكية بتعزيز القبة الحديدية، ولذلك لربما هذه الجولة تأتي أيضا من أجل الاطلاع أكثر ميدانيا فيما يتعلق بالتطورات القائمة أيضا داخل إسرائيل.